انت عمرك ما كنت وحش ولا في حياتك هتبقى وحش، انت الظروف كانت اقوى منك وده للاسف عمره ما كان بايدك. اوعى تتخيل في يوم من الايام ان ربنا سبحانه وتعالى مش مركز في كل حاجه بتحصل لك في حياتك. ربنا سبحانه وتعالى مراقب كل فعل بيحصل في حياتك، حتى لو نمله صغيره، حشره صغيره قرصتك، عارف ان في ضغوطات كتير في حياتك، منها الدراسه، منها مجموعك اللي انت مستنيه، منها جيشك، منها دراستك، منها حاجات كتيرة قوي انت مش قادر تفهمها، حتى مستقبلك اللي ما بقاش ليه ملامح، جيلك ما بقتش قادر تثق فيه، بتتمنى ان انت تكون من الجيل بتاع زمان عشان حتى تلاقي شغل او حتى تلاقي راحة بال. كل حاجة دي ربنا سبحانه وتعالى بعتها لك ابتلاء. انت بقى هتبقى قد الابتلاء وتصبر وتاخد حسنات كتيرة، ولا هتيأس من رحمة ربنا وتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى وتفكر في حاجات سلبية اكتر واكتر، وتقول انا خلاص هواكب العصر، هزني زي ما الناس ما بتزني، هشرب خمرة زي ما الناس ما بتشرب خمرة، هفكر في شغلانة سرقة، أنصب على الناس، أختلس، أشتغل بالربا، أعمل حاجات كتير، أرقص على التيك توك، أقلع مراتي وأطلعها على التيك توك واليوتيوب وأخد فلوس؟ لأ، عمر الحياة ما كانت كده، الحياة كانت أبسط وأجمل من كده، راحة البال أهم من الفلوس يا ابني، وراحة البال أهم من أي حاجة، أهم من كنوز الدنيا، من رينج روفر، من الفلل، كل الناس اللي انت شايفهم حتى مغنيين المهرجانات اللي معاهم رينج روفر واكس 6 وعربيات كتيرة، اسأل واحد فيهم قول له انت تتمنى تموت على اللي انت بتعمله هيقول لك لا. اسأل اي واحدة رقاصة قول لها نفسك تتمني تبقى تموتي وانت رقاصة تقول لك لا. اي ممثل قول له هي الفلوس اللي بتاخدها فلوس حلال ولا حرام هيقول لك حرام. كل واحد بيعمل حاجة حرام عارف انها حاجة حرام، انت بس ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك ان انت بقيت في الناس دي، بس ربنا سبحانه وتعالى وصفك واصطفاك من الناس دي انك ما بتعملش الحاجة الغلط، بس تعبان شوي، اصبر وقرب من ربنا، واللي راح منك ربنا سبحانه وتعالى قادر يرجحه لك. ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيسيب حق حد حتى لو كان في اخر الكون. افضل متأكد تماما ان صبرك على البلاء اللي ربنا اداه لك، كون ان ربنا سبحانه وتعالى اخذ منك ابنك، اخذ منك ابوك وامك، ربنا ابتلاك بمرض ومقعدك في البيت، ربنا ابتلاك بحادثة، ابتلاك بشغل مش كويس، ابتلاك بمجموع مش كويس، تأكد ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبك وعارف ان ده رضا ليك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتملك قلوبنا وهو اللي بيتملك مستقبلنا. لما يكون واحد فينا مقلق من حاجة بيجري على حضن امه ويقول لها يا ماما انا خايف من الحاجة دي، تقول له اطمن يا حبيبي طالما انا معاك اطمن. ما بالك بقى لما اقولك ان ربنا سبحانه وتعالى بيقولك اطمن اطمن انا معك، انا معك في كل حاجة، ان مع العسر يسرا، يعني كل عسر انا بديهولك يا فلان انا بديك مع العسر. والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى احن علينا كلنا من اي انسان على وجه الارض، حتى امك وابوك، حتى نفسك، عارف الجرح اللي انت بتجرحه ربنا سبحانه وتعالى كاتبهولك، وعارف ان ده مديهولك عشان ممكن تصبر على الابتلاء ده وتطلع في درجة في الجنة، توصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وممكن الجرح ده ما يجيلكش بس تفضل في الدرجة الأولى من الجنة. فتأكد تماما ان اي بلاء ربنا ادهولك ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لك. اصبر على الابتلاء وما تزعلش واطمن، ربنا سبحانه وتعالى بيحبك.